اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بحضراتكم في تدريب جديد من التدريبات اللي بتقدمها إدارة التعليم الحكومي بوزارة التربية والتعليم. النهاردة عنوان تدريبنا عن كيفية عمل الاجتماعات الأونلاين، وهنستخدم في عمل الاجتماعات الأونلاين برنامج سيسكو ويبكس. في البداية احنا حابين ناخد فكرة عن فكرة الاجتماعات الأونلاين، اللي طبعا نظرا لظروف جائحة كورونا اللي مرت العالم أصبح الاعتماد عليها بشكل كبير جدا جدا جدا، وفي منصات تعليمية كتيرة بتقدم اجتماعات الفيديو والأونلاين زي التيمز اللي احنا عاملين بيه الستيم ده، أو الويبكس أو الزوم أو جوجل ميت، وكلها شركات كبيرة بتنافس عشان تقدم أفضل خدمة، وخصوصا بعد ازدياد الطلب عليها نظرا للظروف اللي بيمر بيها العالم كله. وزاره التربيه والتعليم اعتمدت منصتين اساسيتين في شغل الاجتماعات الاونلاين، هم منصه المايكروسوفت تيمز ومنصه سيسكو ويبكس. وهتلاقوا المنصتين دول دعمتهم بشكل كامل للمعلمين وللطلبه، خصوصا على اجهزه التابلت بتاعه الطلبه. النهارده هنتعرف مع بعض عن كيفيه عمل حساب على منصة سيسكو ويبكس، وكيفية عمل الاجتماع وجدولة الاجتماعات اونلاين علشان نقدر نعمل بيها اجتماعات. في البداية حابب ازاي الخصائص الخاصة ببرنامج الويبكس او منصة الويبكس. ميتنج هو برنامج عمل مؤتمرات واجتماعات عبر الانترنت سواء كانت صوتية او مرئية، اجتماعات بصوت وصورة عالية الدقة، وتسمح لما يقارب من 100 شخص بالدخول إلى الاجتماع الواحد لمدة 50 دقيقة في الحساب المجاني. يعني لو عملت حساب مجاني أقدر أعمل اجتماع يسع معايا 100 شخص أونلاين وكمان لمدته 50 دقيقة. كمان الويبكس بيمكنني من مشاركة الشاشات بسهولة والدخول إلى الاجتماع من أي جهاز دون الحاجة إلى إنشاء حساب. يعني لو ما عنديش حساب على ويبكس وعايز أحضر اجتماع ميتنج مش محتاج يكون عندي حساب على ويبكس، مجرد ما أنا باخد بيانات الاجتماع، وهنعرف ده إزاي بالتفصيل بعد كده، أقدر أدخل على الاجتماع وأشتغل عليه من أي وسيلة ومن أي برنامج. يعني ميزات الويبكس ميتنج، ايه هي مميزات منصه؟ سهل الاستخدام والواجهات بتاعته بسيطه، هنتعرف عليها بالتفصيل بعد كده. دي اول حاجه. ثاني حاجه، مناسب بشكل كبير للغالبيه العظمى من المستخدمين. انا احيانا بضطر اعمل يعني محاضرات اونلاين والاودينس او الجمهور بتاعي ممكن ما يكونش عنده خلفيه كبيره بالكمبيوتر او استخدام الكمبيوتر او استخدام المنصات الاونلاين، فالبرنامج مناسب علشان يعني مش محتاج معرفة كبيرة باستخدام الكمبيوتر، ممكن أي حد يقدر إيه يتعود عليه ويستخدم. البرنامج كمان بيمتاز بالشفافية والتشفير التام لحماية اجتماعاتك ولقاءاتك. طبعا البرنامج مقدم من شركة كبيرة معروفة على مستوى العالم تشتغل في مجال الشبكات، فبتقدم تشفير وشفافية عالية للاجتماعات بتاعتك. بيمكنني ان انا اقدر اشارك الشاشه او اي برنامج مفتوح على الجهاز. بيديني القدره على ان اتحكم في اصدار الصوت وكتبه لجميع المشتركين، ودي كانت مشكله بتواجهنا في بعض البرامج وبعض المنصات، اني انا مش بيبقى عندي تحكم كامل في المشاركين معايا في الاجتماع، انا اكون بشرح وحد يجي يقطعني. لا، الويبكس بيديني امكانيه ان انا اتحكم في الصوت، اقدر اعمل ميوت لكل المشتركين معايا في الاجتماع، واسمح بس لحد ايه؟ لحد معين ان هو الاصدار المجاني زي ما قلنا بيدعم 100 مشارك لحد اقصى 50 دقيقه، لكن الاصدار المدفوع طبعا لا، ما فيش يعني يستحمل برنامج الويبكس يستحمل لغايه 100,000 مستخدم اونلاين. ده أكبر رقم أنا سمعته في كل برامج الاجتماعات الفيديو. يعني متاح لجميع الأجهزة سواء أندرويد أو آيفون أو كمبيوتر أو ويب أبلكيشن، يعني ممكن حتى لو ما عنديش التطبيق على الكمبيوتر ممكن أستخدم المتصفح بتاعي عشان أدخل على الاجتماعات بتاعتي. بيديني إمكانية لتغيير الخلفية أو تغميشها،
هنشوف ده مع بعض ازاي. طبعا يعني خصوصا الخاصيه دي بدات كل البرامج تشتغل عليها، ان انا اغير الخلفيه بتاعت الكاميرا بتاعت الفيديو بتاعي افتراضيه. بيديني كمان القدره على تسجيل الفيديو في الاجتماع عشان اقدر استفيد منه بعد كده. بيديني امكانيه ان انا اعمل جدول الاجتماعات مسبقا، يعني انا بعمل ميتنج على ميعاد بكره مثلا، وابعت الرابط للناس عشان كل الناس تستعد وكل الناس علم وخلفيه بيه. كمان بيديني امكانيه مشاركه الملفات من خلال الويبكس ميت، اقدر اشارك ملفات مش بس اشارك الشاشه، لا انا ممكن ابدا نبعت ملفات مع بعض ونشتغل عليها مع بعض. دي كانت مميزات برنامج الويبكس. نيجي مع بعض نبدا نعمل حساب على الويبكس. طبعا هدخل من المتصفح بتاعي ويبكس ميتنج، اول نتيجه هتظهر عندي اللي هي موقع ويبكس. مجرد ما انا بضغط على موقع ويبكس بيظهر زي ما حضراتكم شايفين هنا اهو، دخل لي على موقع الويبكس. هنا في عندي حاجه اسمها هوست، في عندي جوين. لو انا هبدا انضم الاجتماع مش شرط ان انا اكون عندي حساب، انا عايز اخش اجتماع، حد بعت لي رابط اجتماع معين او بيانات اجتماع معين عايز انضم معاه، ما عنديش حساب هعمل جوين على طول. ساين ان لو انا عندي حساب على الويبكس وعاوز ابدا ادخل واتحكم فيه، زي ما هنشوف مع بعض. وعندي ستارت فور فري، ده انا هبدا لسه حساب جديد، هضغط على ستارت فور فري. البيانات اللي بيحتاجها اول حاجه عندي الايميل ادرس بتاعي، اي مكان طبعا انا افضل يعني بالنسبه لزملائي المعلمين ان يستخدم الايميل الرسمي بتاع الوزاره عشان يقدر يربط التقويم او الكالندر بتاعت الايميل باجتماعاته عشان يبقى ايه شايف كل الدنيا، ما تحصلش عنده ايه عنده مشكله. كتبت الايميل بتاعي، هضغط على ساين اب. ظهرت نفس اللي حضراتكم دي. اول حاجه هنا هنختار البلد، بختار البلد للاسف يعني مفيش عندي مصر هنا في البلاد اللي هو موجوده، فانا هختار يونايتد ستيت عادي. بعد كده ببدا اختار الاسم الاول، واختار الاسم الاخير. طب هل ينفع اعمل الاسم عربي؟ ينفع، هنشوف ده بعدين ازاي انا ممكن استخدم الاسم ايه في اللغه العربيه. وهضغط على كونتينيو. ظهرت عندي الرساله دي، المفترض هو بيقول لي ان انا كده خلاص بعت لك رساله على الايميل بتاعك ده. الرساله دي صلاحيتها 24 ساعه. لو انت فتحت الايميل بتاعك هتلاقي رساله تقدر تكمل عمل الحساب. انا هفتح الايميل بتاعي اهو، هلاقي رساله بالفعل وصلت ظهرت. هضغط على الايميل اللي ظهر، هلاقي رساله ترحيب من الموقع بيقول لي اهلا بيك. وهنا هلاقي اليوزر نيم بتاعي اللي هو الايميل ادرس اللي انا استخدمه، تمام. وفي عندي حاجه اسمها الويبك سايت، ده اللي هو الرابط الدائم بتاعي عشان ابدا ايه ابدا استخدم الويبكس. وهلاقي عندي في زر هنا بيقول لي اعمل او انشئ الباسورد الخاصه بالحساب بتاعك، كرييت باسورد. هضغط عليها هيحولني تاني على موقع الويبكس ويقول لي اختار باسورد للحساب بتاعك. وطبعا نلاحظ ان استخدام الباسورد لازم تكون، يعني هو جايب لي بعض الشروط هنا اهو على الايد اليمين، ان لازم تكون الباسورد بثمان حروف، لازم على الاقل تحتوي على حرفين، لازم تكون فيها حروف كابيتال وحروف سمول، لازم تكون فيها رقم واحد على الاقل. القواعد العامه لانشاء الـ 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 الـ
احط الباسورد بتاعتي، بحقق شرط هنا من الشروط دي، بيديني هو كده علامه صح ان انا ايه حطيت 8 حروف، كمل ال 8 حروف، حطيت حرفين كابت مضمون ماشي، حطيت رقم ماشي، فكل ما بنفذ شرط من شروط اختيار الباسورد هو ايه؟ هو بيديني هنا علامه صح. حطيت الباسورد وكمل واكدتها مره ثانيه، هضغط على كونتينيو علشان ابدا ايه؟ اكمل الحساب بتاعي. هنا كده دخلني على الحساب او الصفحه الخاصه بتاعتي على ايه؟ على موقع ويندوز. طبعا هلاقي فوق في اعلان هنا بيقول لي علشان تقدر تعمل اكتر من 50 دقيقه محتاج تخش الخط ايه البريميوم او الخط المدفوع. طيب نظره سريعه هنا اهو على الصفحه اللي قدامي. اول حاجه عندي هنا في الهوم، هلاقي في عندي على الشمال في بعض الاختيارات زي هوم، زي ميتنج، زي ريكوردنج، الاختيارات دي هنبدا نتعرف عليها واحده واحده. في بعد كده عندي هنا الاسم بتاعي، بيقول لي هنا انت ممكن تعمل في حاجه اسمها بيرسونال روم او الغرفه الشخصيه، ممكن تاخد الرابط ده او اللينك ده وتديه لاي حد يبدا يشتغل معاك. كمان ممكن تعمل ستارت على طول تبدا ميتنج من دلوقتي، او تعمل شادول لو انت سكادول او انت عاوز تبدا تجدول الاجتماع وتحدد الميعاد بتاع الاجتماع والمستهدفين بتوعه وتاخد الرابط. تمام. هنا في الميتنج بيبدا يجيب لك الاجتماعات الموجودة عندك، إذا كان في اجتماعات سابقة، طبعا لسه الحساب فاضي ما عملناش أي حاجة، بيديني الاجتماعات القادمة والاجتماعات الماضية. هنا في الريكوردنج بيديني الاجتماعات أو التسجيلات اللي أنا سجلتها وأبدأ أستخدمها. أنا عندي في البريفرنس بيديني بعض الخصائص اللي بتحكم فيها في الحساب، زي مثلا أول حاجة وأهم حاجة عندي التايم زون عشان ما تحصلش مشكلة معايا. طبعا إحنا اخترت البلد يونايتد ستيت، فهو اداني توقيت يونايتد ستيت. طب ينفع اغير؟ ينفع اغير، حتى لو انا مختار البلد زي ما هي امريكا، ممكن اغير التوقيت بتاعي علشان كل الاجتماعات بتاعتي بعد كده ايه هتبقى على التوقيت اللي انا هختاره ده. نختار مثلا هنا توقيت القاهرة. اللغة بتاعتك طبعا هو البرنامج للأسف مش بيلعب باللغة العربية، لكن احنا في انتظار لأن اللغات بدأت تزيد، يعني بداية استخدام بداية نزول البرنامج ما كانش كل اللغات دي موجودة، بدأت تزيد، احنا نتوقع إن شاء الله إن تنزل اللغة العربية. تمام. في بعد كده بعض الخصائص خاصة بالبايبرز الغرفة الشخصية بتاعتي، اسمها إيه، ممكن أغير اسمها، ممكن أغير بتاعها، ممكن اعدل بعض الخصائص. انا بعمل اوتوماتيك لوك، بعمل قفل للغرفه مجرد ما انا بدخل، بمنع الدخول عن اي حد يدخل بعد مني. ممكن اعمل اخليه يعمل لي نوتيفيكيشن، يديني تذكير بالايميل كده ان اي حد عايز يدخل على الغرفه بتاعتي. في بعض الخصائص الخاصه بالصوت والصوره من هنا اهو. في بعد كده حاجات خاصه جدولة، وهنا التسجيلات. تمام. التسجيلات هو بيحدد لي طريقة التسجيل المفضلة، انت عايز تخلي الصورة ازاي، هناخد بالنا منها اكتر لما نبدأ نشتغل على البرنامج وعلى الابلكيشن. طيب انا عايز اجدول اجتماع وابعته للناس اصحابي او زمايلي، هدخل على ميتنج، اختار سكيلر اللي انا يقول لي اول حاجه حدد التوبيك او الموضوع بتاع الاجتماع، انت هتعمل اجتماع عن ايه؟ يعني انتوا لو لاحظتوا حضراتكم عنوان المحاضره بتاعت النهارده كيفيه عمل اجتماعات الفيديو، لكن لو هشرح عمل اجتماعات فيديو ده العنوان ده هنا الباسورد بتاعت ايه بتاعت الميتنج. تمام. طبعا في بعض المنصات اللي بتستخدم اجتماعات الفيديو بيبقى في طريقتين للدخول، يا اما انا محدد الناس من الاول اللي هتخش ولازم
اللي يخش انا اعمل له سماح بالدخول، او ان انا بحدد باسورد واللي معاه الباسورد بس هو اللي يدخل. تمام؟ في طريقتين ايه احنا بنستخدمه. ممكن تلاقي بعض المنصات مثلا زي الجوجل ميت، لا بيخلي المنشئ بتاع الاورجنايزر بتاع الاجتماع لازم يعمل سماح لكل حد بيطلب انه يخش الاجتماع. في منصات تانية زي الزوم وزي الويبكس، لا انا بعمل باسورد وببعتها للي هيخش الاجتماع، يبقى اللي معاه الباسورد هو اللي ايه هو اللي يخش. وفي كل الاحوال انا عندي صلاحيه ان انا اتحكم في اي حد داخل الاجتماع، اطرده او اعمل بلوك على اي حد، اي يوزر انا مش عايزه. ده كله هنبدا ايه نشوفه مع بعض. طيب انا حددت اسم الاجتماع، بحدد بعد كده الديت. طيب هنا اهو انا عايز الاجتماع بتاعي امتى. طبعا هو بيبدا يجيب لي التاريخ بدايه من النهارده وبدايه من التوقيت اللي بعد كده. وتلاحظ حاجه، هو كاتب لك هنا ايه الديوريشن 50 دقيقه بس، لان ده حساب مجاني مش حساب مدفوع. لو حساب مدفوع هتلاقي لا انت بتحدد الايه، بتحدد التايم زي ما انت عايز. طيب انا هختار مثلا، وهنا طبعا من تحت ليه لسه التقويم قاعد على تقويم كندا ويونايتد ستيت، انا حابب اختار تقييم كايرو عشان تبقى ايه، تبقى المواعيد مظبوطه معانا. طبعا انا اقدر اعرف اجتماع انا بدا لي الديفولت اول حاجه قال لي 58 دقيقه، لان احنا دلوقتي الساعه ايه؟ الساعه لسه 8 47 او 46، فهو بيقول لي ممكن تعمل الاجتماع بتاعك الساعه 58 دقيقه مش قبل كده. طبعا انا ممكن اقول له خلاص لا انا عايز الاجتماع بتاعي يبدا الساعه 9. اختار ده. ممكن كمان احدد بعض العناصر الاضافيه، اذا كنت انا عاوز احط الاجنده بتاعت التدريب، عاوز اضيف اي حاجه تاني. خلاص انا خلصت كده شخصيا. افترض ان انا عندي الاجتماع ده كده اتعمل، لو انا دخلت على الميتنج مره تانيه هبص الاقي في الاجتماعات الابكمنج يظهر معايا الاجتماع بتاعي ده. ادي هنا الاجتماع ظهر عندي هنا ستارت وظهر عندي ايه كانسل. طبعا انا حتى الان مش منزل البرنامج بتاع الويبكس على الجهاز عشان برضه ايه نشوف الخطوات دي مع بعض وازاي نستخدم ال على ستارت. تمام، هو اوتوماتيك هنا بدا ينزل لي الاضافه بتاعت الويبكس عشان ابدا استخدمها من خلال ايه؟ من خلال المتصفح. وبيقول لي ممكن كمان استخدم الابلكيشن. انا دوست على المتصفح هنا اهو، بدا يطلب مني بعض الخصائص والسماحيات، يعني عايز سماح للميكروفون، عاوز سماح للكاميرا. انا كده عملت تشيك على المايك، عملت تشيك على الكاميرا بتاعتي، مجرد ما بضغط على ستارت ميتنج يبدا ايه يبدا الاجتماع بتاعي. تمام، طب هو انا حتى الان لسه ميعاد الاجتماع الساعه 9. يبقى هو هيقول لي خد بالك الاجتماع بتاعك ده الساعه ايه، الساعه 9. طب انت ما عندكش اي حد من الجمهور بتاعك، ما بعتش للناس، طب ازاي اتواصل مع الناس، ازاي ابعت لهم البيانات بتاعت الاجتماع بتاعي؟ بصوا يا جماعه، من خلال ممكن من خلال الموقع نفسه، وممكن من خلال النفس اللي قدام حضراتكم دي، في عندي هنا اهو في عندي حاجه اسمها الميتنج نمبر رقم الاجتماع، وفي عندي طبعا الباسورد هي مش ظاهره هنا، لازم نرجع ايه نرجع للموقع نفسه.
ده هنعمل بقى سايت ان خلاص اوريدي عملنا حساب. هنضغط في الخانة التانية هنا الباسورد اللي احنا ايه اللي احنا اخترناها، ظهر عندي هنا بقى في الابكامينج اهواتي الاجتماع بتاعي تمام، وهنا التفاصيل بتاعته. دي التفاصيل اللي انا ايه اللي انا ببعتها في رساله لاي حد عاوز ايه عاوز يحضر الاجتماع معايا. ده اللينك بتاع الاجتماع وده الرابط ودي الباسورد، الجزء ده لغايه هنا اهو كده الباسورد بتاعت ايه بتاعت الاجتماع. يبقى اي حد عايز يحضر الاجتماع بتاعي محتاج حاجتين، محتاج يا اما اللينك او الميتنج نمبر، ومحتاج ايه محتاج رقم الاجتماع. طيب دايما منصات الفيديو الاونلاين زي التيمز وزي الويبكس وزي الزوم بتبقى شغاله باسلوبين، يا اما شغاله بالبراوزر زي كده اهو الويب ابلكيشن، او شغاله بديسكتوب ابلكيشن برنامج ينزل على الديسكتوب. طبعا برنامج الديسكتوب بيبقى فيه ايه فيه تحكم اكتر وفيه امكانيات اكتر عشان نعرف نستخدمه. طيب انا عشان انا انزل البرنامج بتاع وسطبه برنامج الويبكس ميتنج اعمل ايه؟ محتاج حاجتين، يا اما ادخل على الحساب بتاعي من هنا واختار داونلود زي كده اهو، هيبدا ينزل لي ايه يعمل لي من داونلود للابلكيشن اللي بيشتغل على الديسكتوب، هو حجمه حوالي يعني 90 100 او 96 100. نبدأ نشوف مع بعض ازاي هنبدأ ايه نسطب البرنامج ده. انا هبدأ اضغط، انا نزلت البرنامج طبعا جنب المشرح عشان بس ما اعطلش حضراتكم. هضغط دبل كليك على البرنامج، هنشوف خطوات تنصيب برنامج الويبكس. أول رسالة ظاهرة عندي، هضغط على نيكست، بعد كده بوافق على الاتفاقية بتاعة التشغيل بتاعة البرنامج، بضغط نيكست واضغط على نيكست. طبعا البرنامج بيشتغل على سطح المكتب، بيدي إمكانيات أكتر، بيدي خصائص أكتر، بيدي تحكم أكتر. في كيفية عمل الاجتماعات سواء جدولة الاجتماعات أو حتى إدارة الاجتماع. طبعا انا محتاج عشان يعني يتم يا ريت التواصل، يعني مجرد ما نبدا يجي ميعاد الاجتماع هحتاج حتى من حضراتكم يتواصل معايا عشان هنحط ارقام الميتنج ده عشان نقدر ايه نجرب مع بعض. انا خلاص كده سطبت برنامج السيسكو ويبكس ميتنج. اول خشاشه بتظهر عندي بيقول يدخل الايميل بتاعك اللي هو اليوزر بمثابه اليوزر بتاعك. هضغط على نيكست بس لما اضغط على نيكست ظهر
مهندس اجتماع، نزلت الابلكيشن اقدر احضر الاجتماع. لا انا معايا اشتراك ومعايا، هبدا ايه؟ هبدا اضغط نيكست، هيطلب مني في الشاشه الثانيه ادخل الباسورد بتاعت الحساب بتاعي وفي الحاله دي بيديني ايه بقى؟ بيقول لي تذكر اسم الحساب بتاعك وخليك دايما ايه ساين ان. اوكي انا كده بسجل دخول من خلال التطبيق على السيسكو وركس. طيب انا كده عملت دخول، ظهر عندي زي ما انتم شايفين حضرتك على الشاشه من ناحيه اليمين، وظهر عندي ستارت ميتنج لو اعمل اجتماع بسرعه كده اللي هي بيسميها البيرسونال، وفي عندي برضه انا بحسن الوقت بس عشان يجي ايه يجي معاد الاجتماع، نقدر ايه نقدر نشاركه مع بعض ونشوف ايه ونشوف ازاي نقدر نحضر الاجتماع مع بعض. طيب ناخد نبذه سريعه كده عن بعض الخصائص والاعدادات الخاصه بالتطبيق. فوق عندي هنا في علامه الترس اللي هي الاب سيتنج، مجرد ما انا بضغط عليها ظهرت قائمه فيها بعض الخصائص زي البريفرنس زي الهيلب زي الاباوت تشيك ابديت وفيها السايت اوت والاكس. طيب نضغط على الترس كده اهو، البريفرنس دي بتدي بعض الخصائص العامه الخاصه بالتطبيق. تمام بيقول لي لا انت دايما عاوز يعني برنامج السيسكو وبكس يظهر يبدا يشتغل معاك دايما اونلاين لو انت حابب كده. اوكي لو انت تحس ان العمليه دي هتعمل لك توجل وجهازك ما يستحملش الكلام ده وعاوز جهازك يشتغل بسرعه ممكن تلغيها براحتك. في تعني بعد كده عن حاجه اسمها الاكونت، هنا اليوزر نيم بتاعي، هنا اليو ار ال الخاص بيا انا، وده ممكن انا ابدا اعمله واغيره واختار حاجه تاني ممكن اغيرها. في بعد كده هنا بعض الاعدادات الخاصه بالبيرسونال روم، الغرفه الشخصيه بتاعتي. طبعا هنا ده رقم الغرفه ثابت، وهنا في بين ليها انا ممكن اعمل اديت للاعدادات بتاعت البيرسونال روم او الغرفه الشخصيه دي. برضه طبعا بيدخلني على ايه؟ بيدخلني على الموقع اوبشن. في بعض الناس يعني شغال زي كده، فانا ببدا هنا احدد الصوت اللي انا هستخدمه، الكاميرا لو انا هستخدم الكاميرا بتاعتي بتشيك عليها، عايز استخدم اي صوت او في اكثر من كام صوت عندك على الجهاز ممكن اقول له ميوت وان جوين. دايما تخليه في مش اي اجتماع غير لما انا ايه غير لما انا اطلع. في بعض الكالندر بتاعتك انت عايز تستخدم اي كالندر خاص، عايز تستخدم الكالندر بتاعت الويبكس ولا عايز تستخدم المايكروسوفت اوتلوك. انا طبعا بفضل ان تستخدم المايكروسوفت اوتلوك، لان مثلا النهارده لما احضر الاجتماع ده ادتني رساله في الكالندر ان انا برضو عندي اجتماع تاني في نفس التوقيت، في تعارض، انا لازم اشتغل على كالندر واحده عشان تكون كل المواعيد بتاعتي ايه ظاهره وموجوده فيه. طيب في بعد كده يعني عندي النوتيفيكيشن اقدر اخليه يحدد لي يعمل لي تنبيه قبل الاجتماع ب 15 دقيقه. تمام هنا بختار الرمز الصوت اللي هيشتغل لو انا هبدا هستقبل رساله، احدد الصوت اللي انا هستخدمه. في بعض الحاجات مثلا لما حد يخش الاجتماع يديني رساله معينه، لما حد يخرج من الاجتماع يديني رساله معينه، لما حد يعمل رساله يرفع يده يديني رساله. انا ممكن اكون بشرح ومش واخد بالي زي كده، وفي حد بيرفع ايده عايز يسال سؤال، فانا ممكن اخلي البرنامج اقول له لو حد هيرفع ايده اديني صوت وانا اعلم على الصوت ده بس اللي هو ايه اللي هو يصل، بحيث ان انا حد صوت اخد يسأل على اي حد.
خلاص خلصت الاعدادات بتاعتي، هضغط على ابلاي عشان احفظ. خلاص الساعه جت، الساعه 9، انا عندي الصوت عايز يذبح شوية بس. الصوت شغال كويس كده. اه تمام. انا بستخدم برنامجين بيستخدموا نفس كارت الصوت، فده اللي بيعمل ايه؟ بيعمل كونفليكت معايا. فلو يا ريت لو في بس اي مشكله في الصوت خلينا ننبه يعني. أسجل دخول تاني معلش. أنا هنا عندي الاجتماع بتاعي ظاهر في الأبكامينج، هضغط على جوين. تمام، وظهرت عندي. طبعا انا محتاج ان انا ابعت البيانات دي، الجزء البيانات ده ابعته للزملاء اللي عايزين ينضموا معايا للاجتماع، اللي هو الميتنج نمبر ده والباسورد. اي حد مع الميتنج يقدر ينضم للاجتماع بتاعي. انا هحاول اكتبهم. لو بعتهم في الشات هيوصلوا للناس ولا لا؟ أستاذة سميحة، طيب أنا هبدأ أكتب. محتاج يحضر معانا الميتنج اي حد من السادة الزملاء يعني. بس ايه يو. دي الباسورد بتاعك. ده الميتنج نمبر 1 2 6 0 7 5 6 2 0 0، دي الباسورد بتاعتي. طبعا انا هستأذنكم بس اعمل دخول على الاجتماع الاول عشان نقدر نشوف. انا هضغط جوين. طبعا لما دوست على جوين هنا ظهر عندي ايه؟ ظهر عندي سهم كده بيقول انت عاوز تستخدم مين بقى لما تدوس جوين، تستخدم الويب ديسكتوب ابلكيشن ولا الويب ابلكيشن. ظهرت ليه دلوقتي دي؟ عشان انا خلاص طبقت البرنامج عندي، هقول له جوين الديسكتوب ابلكيشن. هعمل ايه؟ هعمل فتحة كده هنا اهو.
هيبدأ يفتح لي التطبيق بتاعي. أنا بدأ يعمل تشيك زي ما قلنا على الكاميرا وعلى المايك. هعمل جوين ميتنج، تمام. هنا ظاهر معايا، حتى ارجع تاني بس عشان ايه اشير الرابط بتاع الاجتماع، رقم الاجتماع. اي حد في حضراتكم عنده التطبيق، اي حد في حضراتكم عنده التطبيق يقدر ايه يقدر ينضم معانا، يكتب الرقم ده في الرقم الميتنج او الميتنج نمبر 12607562200، وهنا الباسورد بتاع الايه بتاع الاجتماع. يا ريت اي حد من الزملاء اللي معانا يحاول يدخل معانا لغايه ما فيش غيري انا بس. مستر نوبي هنستأذنك بس، ممكن البيانات دي تبعتها على الشات معانا احنا مع حضرتك، او تبعت لنا على الشات في الايفنت. المخرج المتميز في الأعمال الكوميدية عادل بطل هو الذي استطاع مع فريق الممثلين تقديم دراما هادفة وكوميديا ممتعة تعتمد على المواقف المكتوبة. بعت البيانات كده في الشات، وصلت عند الزملاء ولا لسه؟ يا ريت حد ينبهني بس لو حد شاف يعني. مستر انا جربت بيهم بالفعل، بيقول ان في ايرور في حاجه منهم، يعني هو ممكن يكون عشان انا جربت كتابه في اول مره كتبت حرف غلط، كتبت الجي كتبته اي. فهل يا ترى حضرتك محدد مده ان الدخول بالنسبه لي يكون مره واحده، ولا الدخول بالنسبه للديفايس يكون مره واحده، ولا لا؟ فلو امكن مشاركه اللينك، لينك الميتنج ندخل مع حضرتك فيه. Thank you.
ادي الرابط بتاع الاجتماع، ادي الباسورد مره تانية ناخدها من الموقع، ربما يكون احنا خدناها خطأ. تمام كده بدأت الناس تخش معايا. طيب تعالوا كده نتعرف على الواجهة الرئيسية للبرنامج. احنا مش هنحاول يعني ما نفتحش الصوت من هنا عشان ايه، عشان ما اعملش كونفليكت. بس دي الشاشة الأساسية بتاعت الويبكس. هنا عندي الاودينس بتوعي ظاهرين، هنا انا اسمائهم موجودين طبعا، اسمي قصاد منه الهوست ان انا اللي انشات الاجتماع. تمام، استاذ محمد عطيوي، تمام، استاذه رشا، وفي حد هنا الدجاليه بيتغطي. طيب استاذه رشا قصادها قصاد منها يعني زي داخل الموبايل اعتقد يعني. تمام، وانا ينفع اخش الموبايل؟ اه ينفع اخش الموبايل. طيب ممكن انا اغير، مجرد انا برايت كليك على اي واحد من الناس الموجودين معايا، ممكن اعمل تشينج للرول بتاعه، ممكن اغير الدور بتاعه، ممكن اخليه بريزنتر، ممكن اخليه هوست، ممكن اخليه كو هوست يبقى مساعد لمدير الاجتماع، ممكن اخليه بريزنتر يقدر يعرض. تمام، كمان ممكن اعمل ميوت، ممكن اعمل ميوت للكل. تمام، ممكن اعمل ان ميوت، ممكن افتح المايك عند اي حد في الساده الزملاء هنا، يعني مثلا استاذ محمد انا هعمل له ان ميوت، هفتح المايك بتاعه. تمام، من عندي، مش شرط ان انا ايه ان انا يعني اخليه هو يفتح المايك، ممكن انا افتح المايك بتاعه من عندي. تمام، ممكن اسمعه طبعا، دي بيبقى فيها ايه، فيها تحكم اعلى. ممكن كمان اعمل شات مع الكل، او ممكن اعمل شات مع حد معين بعينه، مش لازم يبقى الشات ايه مع كل الناس من ايفري ون. ممكن كمان اعمل انجل حد، ممكن اخلي حد في اللوب، يعني مثلا الاستاذه رشا راحت فتحت المايك من عندها، ممكن اقفل المايك انا من عندي. تمام، طيب ده بالنسبه لايه، بالنسبه للمشاركين معايا. نيجي هنا في بعض، في زرارين كده بيحدد الجريد فيو، انت عايز شكل الشاشه ايه. طبعا لو كل الناس فاتحه كاميرات انا ممكن اتلخبط، خصوصا لو عندي عدد كبير في الاجتماع. فانا ممكن احدد شكل الكاميرات، شكل الشرح، يبقى الحد اللي عنده بيتكلم او اخر واحد بيتكلم هو اللي بتبقى ايه صورته ظاهره. غالبا بيبقى المحاضر هو اللي بيتكلم كتير، فبتبقى صورته دايما ظاهره عادي. انا لو عملت كده يبقى اي حد هيتكلم هو الايه صورته هتظهر. ممكن كمان والناس اللي مشاركين معايا برضه صورتهم هتبقى موجوده هنا اهو. او ممكن اغير الشكل ده، احدد انا حد معين، او ممكن اغير، لا اخلي الكل يبقى ظاهرين. شوف كده كبرت الشاشه، ممكن اخلي ايه، اخلي الكل يبقوا ظاهرين زي ما هم كده. طبعا لما بتحضر اجتماع بيبقى معاك 20 او 30 شخص او 50 شخص، طبعا الكاميرات بتبقى ايه، بتبقى كتيره، فانت محتاج تركز لو انت عاوز صوره حد معين، خصوصا ان هو لو بيعمل ايه، لو بيعمل بريزنت. طيب الزراير الاساسيه عندي في البرنامج تحت هنا الان ميوت، انا ممكن افتح المايك بتاعي او اقفل المايك بتاعي، او ممكن اغير الصوت بتاعي. كل الخصائص دي ايه، دي من هنا، بس انا مش هضغط عليها عشان ما تعملش ايه، ما تعملش كونفليكت معايا على التيمز اللي احنا بنشرح من خلالها. طيب تاني حاجه الكاميرا بتاعتي، ممكن افتح الكاميرا زي كده اهو، يبقى واقفل الكاميرا ستوب الكام بتاعي، ممكن اعمل شير. تمام، وهنا بختار الحاجه اللي انا عايز اعملها.
شير، عاوز تعمل شير للشاشه كلها، عاوز اعمل شير لابلكيشن معين، نفس القصه بتاعت الشير. ممكن ادوس على ريكورد وابدا اسجل الاجتماع بتاعي ده اهو، تمام، يحدد لي فين المكان اللي انت هتسجل فيه وابدا سيف، يبدا يعمل ايه، يعمل عمليه الريكورد. وظهر عندي هنا تنبيه ان الاجتماع ده بيتسجل، وفي امكانيه ان انا اعمل بوز، ممكن اعمل ستوب لو انا عاوز ايه، لو انا عاوز اكمل. لو ضغطت على بوز بيديني بعدها ريزيوم، او ممكن اعمل انا مش عايز اسجل خالص هضغط على ستوب. في بعد كده ثلاث نقط هنا صغيرين، في بعض الخصائص الاضافيه زي ايه مثلا؟ زي سويتش ستوديو، لو انا عندي مصدر صوت تاني عايز ادخله على الميتنج ممكن احول ليه. كمان قال لي ممكن اعمل كونكت تو فيديو سيستم، لو انا عندي يعني فيديو سيستم شغال حاجه بتعرض ممكن ادخلها مع الميتنج بتاعي. ممكن اعمل لوك ميتنج. لوك ميتنج يعني ايه؟ يعني انا هقفل الاجتماع محدش هيخش تاني، الناس اللي انا عايزهم ظهروا معايا هنا خلاص تاني، هعمل لوك ميتنج، اي حد انه يدخل الاجتماع لا مش هينفع، حتى لو معاه الروابط ومعاه الباسورد بتاعت الاجتماع محدش هيسمح له ايه بالدخول. طيب في كمان ان ممكن اعمل انفايت اند ريمايند، ممكن ابعت دعوه لاي حد عن طريق الايميل، ممكن اعمل تذكير لنفسي او لاي حد. تمام، في بعد كده عندي الكوبي لينك ميتنج، لو انا عاوز اخد رابط اجتماع وابعته لاي حد برضه باخد ايه كوبي لينك ميتنج، ممكن انا اضغط عليه نسخ ممكن احطه وابعته لاي حد في شات او حاجه زي كده مثلا. تمام، طيب دي الحاجات الاساسيه الخاصه ايه، الخاصه بالتطبيق. طيب نيجي تعالوا مع بعض كده ناخد لمحه نبذه عن القوائم الموجوده هنا اهو، لان فيها بعض الخيارات او الخصائص بشكل ايه، بشكل اكبر. اول قائمه عندي هنا قائمه ايه، قائمه فايل. قائمه فايل اول حاجه فيها بيقول لي انت ممكن تعمل اوبن اند شير، ممكن تفتح ملف وتشيره للناس عشان يبداوا يشتغلوا منه. تعالوا نجربها كده بس ان شاء الله تشتغل في الحساب المجاني ده. كده بدأت ايه، بدأت اشير ملف الباوربوينت البرزنتيشن اللي انا كنت عامله مع ايه، مع المشاركين معايا. ممكن يعني يكون مش بس طلبه، ممكن يكون احنا مجموعه عمل وفريق عمل وانا بوريهم شغلي، ممكن اي حد يديني ايه، يديني ملاحظات عليه ويديني هنتس، وانا ظاهر بعض الخصائص ممكن الناس الاودينس يستخدموها. تمام، استاذن لو اي حد في حضراتكم استاذه رشا او استاذ محمد ممكن تستخدم الالوان والتلوينات دي ونبدا نشتغل على الملف اللي احنا عاملينه شير. وهحتاج بس تحولنا لبريزنتر عشان نقدر نعمل ده مع حضرتك. كده حولت معايا كعرض، ممكن اي حد في حضراتكم يبدا يشتغل على الملف اللي احنا ايه، اللي احنا شيرناه. يبقى انا من فايل اوبن اند شير ملف وابدا ايه، وابدا اشاركه مع الزملاء المستخدمين او الموجودين او العارضين. ممكن اي حد يقدر يكتب عليه او يحدد عليه. طيب عايز بس ايه، عايز الغي الملف ده واقفله. في بعض في تاني اختيار عندي هنا بيقول لي ايه، اوبن بول كويشن. يعني ايه؟ يعني ممكن تقدر تعمل
نعم تعرف ده وتبدا ايه تعرضه على الناس وكل واحد فيهم يختار زي فكره من سربح مليون. انا مجهز سؤال وعندي اجابات عليه وبطلع سؤال للكل وبسيب الناس ايه كلها هتختار وبتلقى ايه بتلقى الاجابات. طيب في بعد كده عندي اوبن شات لو انا عايز افتح شات معين تكست معين واعرضه على الناس. ممكن انا اعمل احفظ الشغل بتاعي كدوكيمنت كوثيقه واسيب هنا اهو او ممكن اعمل له حفظ وهنا في السيف اس بيديني انت عايز تحفظ ايه؟ عايز تحفظ الشات يعني انا كتبت كلام كتير انه عايز احتفظ بيه في الاخر. وانا عاوز اطبعه برضه بيحدد لي عايز تطبع الشات ولا عايز تطبع الدوكيمنت نفسها. كمان في بعد كده عندي لي ميتنج اخر اختيار ده انا عايز اغادر اعمل محاضره ايه للاجتماع. طيب هو في ليف ميتنج وفي اند ميتنج بالنسبه لي انا كهوست. ايه الفرق ما بينهم؟ ليف ميتنج ان انا بغادر الاجتماع حتى لو انا الهوست بتاع الاجتماع انا عارف محاضره والاجتماع ما زال موجود لغايه الايه؟ لغايه الوقت بتاعه ما يخلص. لكن لو انا عملت اند ميتنج لا في الحاله دي انا بقفل الاجتماع تمام كل الموجودين معايا خلاص بتوع الاجتماع ما حدش فيهم يقدر ايه يقدر يكمل. طيب لو جينا بصينا على قائمه اديت بص على الاختيارات اللي فيها ممكن بيقول لي ان انا اضيف صفحات ثانيه لو انا عايز اكتب ممكن اعمل اغير الفونت بتاع الخطوط اللي احنا بنستخدمها هنا في الشرح. طيب لو بصينا على قائمه زي قائمه شير طبعا هو هنا بيديني شير كونتينت وقدام الاختصار بتاعها اللي هو كنترول الت دي وكمان في قال لي ممكن تعمل شير في مالتي ميديا ممكن اختار ملف مالتي ميديا معين على يوتيوب مثلا وابعت اللينك بتاعه واتشاركه مع الناس كلها الموجودين بحيث تقدر تشوف ايه تشوف ملف فيديو معين كلنا في نفس الوقت اهو. في بعض الخصائص برضه في الفيو انا عايز اخلي البرنامج يعرض بالفول سكرين زي كده مثلا ارجع برضه واضغط على سكيب او ممكن اختارها من هنا اهو يعني عندي في بعد كده عندي الزوم ان والزوم اوت لو انا عايز اكبر العرض بتاعي هو طبعا مختار لي هنا بلس مع بعض في بعض الخصائص الثانيه اللي يهمنا بس بنحاول ناخد الايه ناخد نبذه عن الحاجات المهمه. في عندي الاوديو والفيديو وبرده طريقه الميكروفون بعد كده انا عندي في عندي الباك جراوند اللي احنا اتكلمنا عليه خصائص بس انا اغير بتاعت الفيديو انا كنت جاي اختار اي خلفيه جاهزه او ممكن ان انا اعمل زي بروف كده على الخلفيه ترويش كده بحيث ما حدش يشوف انا ممكن كمان اختار صوره من عندي اخليها ايه اخليها خلفيه للفيديو صوره ايه عشان انا شغال على الابلكيشن يعني هو من هنا انا بقدر ايه بختار الصوره بخليها ايه بخليها خلفيه للكاميرا بتاعتي.
في بعد كده عندي بعض الخصائص الخاصة بالمشاركين، زي ما احنا قلنا ان انا اعمل ميوت للكل او ان ميوت للكل. انا ممكن افتح الصوت عند كل المشاركين او اقفل الصوت عند كل المشاركين. ممكن كمان احدد اختيار ده مهم جدا، اخليه ميوت من انتري، اخلي اي حد هيشارك معايا الاجتماع اول ما يدخل يتقفل الصوت عنده اوتوماتيك ما يبقاش مفتوح. كمان ممكن اعمل انفايت برضو، ممكن انسخ الرابط بتاع الاجتماع، ممكن اعمل صلاحيات للمشاركين معايا. بعض الخصائص محدش يعملها غير الهوست بس، مثلا زي ايه، مثلا زي الشات، بس ممكن اقفل الشات، خلي الشات يشتغل شات غير الناس محدد، او المايك ما تخليش حد يفتح المايك غير ايه، غير باذني انا. تمام، دي كل حاجات ايه من البريفليجز هنا انا بحددها للمشاركين معايا. تمام، على حسب الحاجات اللي انا هحددها بتظهر ايه، بتظهر عندهم. في بعد كده عندي اكسبل دي، لو انا عاوز اطلع حد معين، في اي حد هنا داخل معايا مثلا انا مش عايزه، مثلا معلش استاذ رشا، انا هاجي على استاذ رشا كده واعمل لها ايه اكسبل، انا كده ايه طلعتها بره الاجتماع. بيقول لي انت عاوز تطلعها؟ كويس، ان هي هتطلع بره. كده خرجت بره الاجتماع. تمام، لازم تحاول ايه تدخل تاني. ممكن كمان اقفل خلاص، انا مش زي ما قلنا هنعمل لوك ميتنج كده، محدش هيعرف يخش تاني، اتحكم في المشاركين معايا بشكل ايه، بشكل كبير. في قائمه بتاعت الميتنج فيها بعض الخصائص زي الانفورميشن، زي المعلومات بتاعت الميتنج، زي اللي هي الاسم والميعاد والاجتماع وعدد الناس الموجودين، بعض المعلومات عن الاجتماع بتاعي. فيها برضو الخصائص بتاعت الاختيار بتاع اللي هو الستارت ريكورد والتسجيلات اللي قبل كده. في بعد كده عندي حاجه اسمها الويلكم مسج، دي رساله ترحيب بتظهر، انا ممكن احددها اي حد هيحضر او هيجيب الدعوه بتاعت الاجتماع دي. مش تظهر عنده ايه، تظهر عنده رساله، مجرد ما انا هغير هنا في نص الرساله هتتحفظ معايا، واضغط اوكي هتتحفظ معايا. دي ايه، دي في هنا قلنا زرار اللوك ميتنج. طبعا كل الخصائص اللي هي موجوده باختصارات او بزراير هلاقيها دايما موجوده ايه في القوائم. في بعد كده عندي هنا الاوبشن بعد الخصائص العامة، زي مثلا ان انا ايه اسمح للمشاركين انهم يشغلوا فيديو، ممكن انا اسمح او ما اسمحش، ممكن اسمح لهم يعملوا شات ولا لا، ممكن اسمح لهم يعملوا فايل ترانسفير، يعني ينقلوا ملفات، بس طبعا الخاصية دي بتبقى غالبا مش موجودة في الحسابات المجانية، بتبقى موجودة في الحسابات المدفوعة. ده هنا بقى ايه بعض الخصائص برضه الموجوده الخاصه بيه، الخاصه بالاجتماع. دي بعض الخطوات السريعه اللي انا بقى من خلالها عملت اجتماع ناجح وبدات اتحكم فيه. برضه في حاجه بس كنت عايز انبه عليها، ان انا ممكن اعمل حق الاجتماع ده، معلش هنعمل طبعا ظهرت الايه الرساله اللي بقول لحضراتكم عليها، الليف ميتنج والاند ميتنج، قلنا الفرق ما بينهم ان انا لو عملت ليف هيبقى الاجتماع ده موجود وشغال والاساتذه اللي موجودين ممكن يتكلموا هم مع بعض وانا خرجت بره الاجتماع، لكن لو انا عملت اند ميتنج لا، انا في الحاله دي كده قفلت الاجتماع عند كل الناس، محدش فاهم ايه هيقدر يستخدم الروم دي او الغرفه دي حتى لو انا مش موجود. تمام، انا كده عملت ليف اند ميتنج سوري، فكده ايه قفلت الاجتماع على كل الناس الموجوده. انا لو عاوز اعمل اجتماع من خلال
تعرف على عندي. طبعا انا اول ما دخلت الايميل هو بدا يحدد لي انت عايز تستخدم برنامج الاوتلوك. ليه هو ليه الاوتلوك؟ هنا لو تفتكروا ان في الريفرنس انا جايب له هنا اهو انا جايب له هستخدم انهي تقويم موال هترجع تاني هنا للريفرنس ونبدا ايه نفتكر مع بعض. احنا لما كنا اتكلمنا عن حته التقويم وطريقه التقويم ممكن طبعا اختار الويبكس كده في الحاله دي هو هيبدا يعتمد لي على عدد الايام اصبح لك في ال 14 يوم غير لي مقدار سكيدول هتلاقي عندك سعر الاب كم التقويم بتاع الويبكس بدا يظهر لي الرابط اللي انا كنت عامله اللي هو الاجتماع اللي كنت عامله ظاهر لي شغال لغايه دلوقتي خلص. طب انا هبدا عايز اعمل ايه؟ عايز اعمل كده ايه دخلني لما ضغطت عليه دخلني على الصفحه بتاعتي على الموقع عشان اقدر اتحكم في الاجتماعات. بس انا برضو باكد تاني وبكرر يعني انا بنصح كل زملائي وخصوصا ان هم بيستخدموا الايميل بتاع الاوفيس 365 انه يختار في التقويم يشتغل التقويم. ليه؟ عشان انا مثلا عندي اجتماع بس وعندي اجتماع على تيمز ممكن الدنيا ايه لو ما استخدمتش تقويم واحد ممكن الدنيا تضرب مع بعض. لكن لو انا شغال على نفس التقويم الاجتماعات بتاعتي هتظهر عندي في نفس الايه بنفس الكلام هيقول لي لا انت في عندك تعارض انت الاجتماع ده هتبدا 8:30 وعندك اجتماع تاني الساعه 9 انت عشان تبقى ايه عارف ومظبط. الصوت تمام كده يا شباب ولا في حاجة؟ الصوت تمام سامعين لحضراتكم ولا في مشكلة في الصوت؟ تمام تمام يا استاذ. نكمل هنا الجزء بتاع الماي بروفايل. انا ممكن هنا ابدا ايه اعدل بعض الخصائص في البروفايل بتاعي الصفحة الشخصية بتاعتي على الويبكس. اول حاجة ممكن اغير الاسم انا ممكن اخلي الاسم بالعربي مثلا كمان اختار صورة واعمل ابلود بس طبعا لازم الصورة تكون من 720 اقل من 5 جيجا عشان يبدا يعتمدها كصورة شخصية ليا. و
وابدا اظبط الصوره بتاعتي بالمقاسات بتاعتها، اكبر اصغر زي ما عايز. احدد الكونتاكتس بتاعتي، لو في عندي كونتاكت ليست انا ابدا استورد الاسماء، ممكن الاسماء من على التليفون، على التليفون ممكن كمان ابدا الاسماء اللي انا احولها على التليفون وهكذا. دي كانت يعني نبذه سريعه عن منصه كوبكس اسس كوبكس وطريقه استخدامها وطريقه عمل حساب عليها وطريقه استخدام الخدمات. طبعا الكوبكس بجد موبايل يعني ابلكيشن على الموبايل في البرامج اللي زي كده، ان الاستخدام الاكبر هو الافضل يمكن للبرنامج اللي هو على الكمبيوتر. لكن برامج الموبايل بتمكنني من ان انا ادخل واحضر اجتماعات او اعرض اجتماعات، بس مش بنفس الخصائص او مش بكل الخصائص الموجوده. دي كانت نبذه سريعه عن استخدام منصه سيسكو ويبكس، ولو في اي حد عنده اي سؤال انا تحت امر حضرتك. في اي حد حضراتكم عنده اي سؤال او اي شيء مش واضحه؟ شكرا لحضرتك يا مستر نوبي، شرح ممتاز وحضرتك وفيت والله، يا ربنا يبارك في حضرتك.